مساء الخير على حضراتكم جميعا. بنرحب بمعالي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية دكتورة مايا مرسي. مساء الخير عليكم، سعيدة جدا جدا بالتواجد معكم النهاردة في مهرجان العالمين أو العالم عالمين. شكرا أستاذ عمرو الفقي على الدعوة الكريمة، وشكرا لكل المجهودات الموجودة في هذا المهرجان العظيم. خلوني أبدأ ببعض الرسائل السريعة. إن الإرادة السياسية حولت العالمين إلى من أكبر حقل الألغام إلى فرص ومشروعات. وإذا كان ما يسمى النهاردة العالم عالمين أو مهرجان العالمين هو صميم عملية تنمية، تنمية اقتصادية، تنمية اجتماعية، فرص عمل موجودة في مكان مهم جدا جدا بالنسبة لمصر. العالمين أصبحت مدينة كل المصريين والمصريات بكل الفئات والأعمار، موجود ليهم خدمات هنا. النهاردة شايفة مهرجان نبتة اللي إن شاء الله هيفتتح في يوم 15 أغسطس، وإنما في أنشطة رياضية، في أنشطة ثقافية، في فن، في مزيكا، في مسرح، في كثير من كل اهتمامات الأسرة المصرية. وبالتالي حتى الشاطئ الموجود النهاردة لذوي الهمم وأسرهم إن شاء الله كمان نشتغل مع المتحدة بإذن الله نقدر نطلع رحلات للدور الرعاية اللي منوطة بها أو خدمتها وزارة التضامن. مهرجان العالم عالمين استثماره في القوة الناعمة لمصر والاهتمام بالفنون والموسيقى والمسرح وفنون الطفل يعزز تماسك ورقي المجتمع المصري. القوة الناعمة اللي مش شايفينها النهاردة هنا، والتجمع ووجود الأسر المصرية وفرحة الأطفال وفرحة البنات وهم بيلعبوا في مكان آمن ومطمئنين وأسرهم مطمئنة عليهم، ده مؤشر مهم جدا جدا لأي أم أو أي أب ممكن يجيبوا أولادهم لهذا المكان. النشاط الكبير اللي بيحدث النهاردة في الساحل الشمالي سيكون له عوائد كبيرة على الاقتصاد المصري، ويؤثر في خلق مزيد من فرص العمل ويحقق قيمة مضافة لأصول الدولة. النهاردة شايفين مشروعات كبيرة اقتصادية بتزود من دخل الدولة المصرية، ولكن كمان بتزود من دخل الفرد المصري في العمل في هذه المشروعات. وزارة التضامن تثمن الدور الكبير للشركة المتحدة التي أصبحت إحدى ركائز صناعة القوى الناعمة، ونجاحها يضمن لمصر الريادة الإعلامية والفنية في المنطقة. دوركم مش سهل خالص ولا سهل ولا هو صعب، إنما هو أنتم القوة الناعمة لمصر، أنتم اللي هتدوا ريادة للفن والإعلام والدراما المصرية اللي تحط على السوق في محطات كثيرة. ولكن أنا محبتي للمتحدة مجروحة، أنا المتحدة وقفت معايا من أول لحظة اشتغلت فيها في المجلس القومي للمرأة. المتحدة عملنا معاها شغل كبير جدا جدا، من مسلسلات، من إعلانات، من أغاني، من احتفالات. خلت دور المرأة المصرية في الدراما دور مهم، أو قضايا المرأة المصرية في الدراما قضايا مهمة جدا. وكمان السنة اللي فاتت دخلنا مع المجلس القومي للمرأة بمسلسل نورة كرتون، وإن شاء الله نشتغل مع بعض أكثر وأكثر في الفترة القادمة. الشركة المتحدة قدمت أفكار إبداعية مهمة زي ما ذكرت هذا العام، وهنتعاون بإذن الله في أنشطة كثيرة، منها معرض الأسرة، تنمية مشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، في أكثر تقريبا من 80 عارض وعارضة، وفي مشروعات خاصة بوزارة التضامن، في صندوق العلاج الإدمان، في صندوق عطاء، في بنك ناصر وتقديم خدمات بنك ناصر. وإن شاء الله السنة دي منقدم الخدمة لـ80 عارض وعارضة، ولكن إن شاء الله السنة الجاية اتفقت مع عمرو بالفقي إن احنا نوزع كمان القاعدة بإذن الله لعدد أكبر وأكبر من العارضات والعارضين. هنعلن النهاردة من قلب مهرجان العالمين، ونتعود يا رب كل سنة إن يبقى في أخبار سارة على كل الأسر المصرية. الخبر الأول وبنعلنه من قلب مهرجان العالم عالمين، بشرى سارة بإذن الله 50,000 أسرة سيتم ضمهم لبرنامج تكافل وكرامة. ونعلن بإذن الله أننا وضعنا خطة طموحة بدعم من القيادة
السياسية لإنهاء قوائم الانتظار في تكافل وكرامة بإذن الله بإذن الله في خلال 3 شهور القادمة. نعلن أيضا أنه سيتم تسليم 20,000 بطاقة خدمة متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر أغسطس، وأننا اتفقنا بإذن الله مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وعلى توحيد لجان الكشف الطبي والكشف والوظيفي وتسهيل الإجراءات لأصحاب الهمم، وهذا على رأس أولويات الوزارة. إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من تعاطي الإدمان إن شاء الله أيضا بالتعاون مع وزارة الداخلية وبالتنسيق مع 12 وزارة وبحضور السيد رئيس الوزراء بإذن الله خلال الأسابيع المقبلة، والتوسع في التوعية في المدارس، ونستهدف هذا العام بإذن الله 10,000 مدرسة، هنكشف على 10,000 سائق أوتوبيس حافلة مدرسية قبل العام الدراسي القادم بإذن الله للإطمئنان على أولادنا واللي بيسوقوا لأولادنا في المدارس. عايز أحيي مهرجان العالم عالمين على إعلانه التضامن مع أشقائنا في غزة والتبرع بنسبة كبيرة، أنا سمعت أنه فوق 60% من الأرباح بتستهدف قطاع غزة بإذن الله. وعايز أقول لكم أن مصر دخلت في قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر والتحالف الوطني العمل الأهلي التنموي 80% من المساعدات، 80% الإجمالي من المساعدات اللي قدمته مصر، تبرعات من الأسر، تبرعات من الجهات المعنية، مجتمع مدني، قدمنا ربع الخدمات على مستوى العالم. النهاردة كمان مهرجان العالم عالمين بيؤكد على مساندة أهالينا في غزة، وشايفة علم مصر وفلسطين يعني موجودة على كل الأيقونات وكل البانرز اللي موجودة في المهرجان. بشكر الصديقة العزيز الأستاذ عمرو الفقي على كل المجهودات اللي متقدمة النهاردة في المهرجان، واتمنى له النجاح. النهاردة المهرجان عامه الثاني، ولكن أنا عارفة أن في خلال 2-3 سنين إن شاء الله هيبقى من أكبر المهرجانات في المنطقة. وبأحيي مرة تانية المتحدة وفريقها من عمرو بيه لأصغر يعني زميل موجود في المتحدة بيقدم هذه الخدمة عشان تخلوا فرحة مصر وفرحة كل أسر المصرية بالخدمة اللي بتتقدم في مهرجان العالمين. بشكرك ومبروك عمرو بيه. شكراً.